مواهب، طاقة الاسم رقم 9، طبعه ناري، كوكبه المريخ، الحجر الكريم الملائم، الياقوت والألماس، يوم السعد الثلاثاء. الصورة القرآنية المناسبة هي صورة القمر. أسماء الله الحسنى الخاصة بشحن طاقة الاسم: يا ملك، يا قهار، يا باسط، يا رافع، يا معز، يا سميع، يا كريم، يا حق، يا حي، يا مؤخر، يا آخر، يا منتقم. أنت فتاة متعددة المواهب، تعشقين السفر والرحلات، مثقفة، محبة للعلم والمطالعة، متواضعة، ذات حياء وخجل، وذات إرادة قوية، طيبة القلب، حساسة، فنانة ومبدعة في أعمالك، صبورة، وتتحملين الأعمال الشاقة لساعات طويلة، كتومة للأسرار، سخية وكريمة، ذات حس فكاهي. تحملين عنصرين في اسمك، عنصر النار وعنصر التراب، مع طاقة مؤنثة عالية تمكنك من تحقيق العديد من الطموحات والأهداف المهمة. قليلة الحظ مادياً، عليك بكثرة الاستغفار والصلاة على محمد وآل محمد، والتركيز على تحقيق أهدافك وبرمجة عقلك الباطن على النجاح، وإن شاء الله تعيشين حياة كريمة ورائعة. والله أعلم، والله الموفق.